فقرة اسمها زمان ولا دلوقتي. ماشي. فيلم ابيض ابيض واسود ولا فيلم جديد؟ يعني لو بختار اختاري. لا ما هو ده موضوع كبير، حسب مين الابطال، مين المخرج، انا في مود عامل ازاي، مود ان انا اتفرج على حاجه قديمه كلاسيكيه كده واستعيد ذكرياتي واستعيد الفيلم، او في حاجه جديده عايزه اتفرج على ايه اللي بيحصل دلوقتي اجدد يعني. ماشي. تسمعي اغنيه لشاديه ولا تحضري حفله لشيرين؟ الاثنين. ايه رايك؟ هما الاثنين احلى من بعض الصراحه. يعني اسمع اغنيه الصبح او في الطريق واحده، واحضر شيرين اخر اليوم. طيب ماشي. بطوله مع عمر الشريف ولا مع احمد عز؟ عمر الشريف. يعني يا ريت والله. طيب بطوله في الايدي الناعمه ولا في سهر الليالي؟ في ايه؟ حاجات الاثنين بجد. ماشي. انا عايزه اشتغل مع كل الناس. طيب حفله للعندليب ولا لعمرو دياب؟ للاثنين. للاثنين. مصيف في اسكندريه ولا في الساحل؟ لا في اسكندريه. اسماعيل ياسين ولا هنيدي؟ الاثنين. الاثنين ياسمين. طيب ماشي. مين من نجوم زمان كان نفسك ان انت تشتغلي معاه؟ احمد زكي. منزله صور وفي كده حاله حب كبيره. انا بحب احمد زكي جدا جدا يعني جدا. ومين من نجوم دلوقتي نفسي اشتغل معاه؟ لا نفسي اشتغل مع كل الناس يعني بجد نفسي اشتغل مع كل يعني كل حد بشتغل معاه بيعلمني حاجه حتى. صح. لو مش بيقصد. زي ما قلت لك على استاذ فتحي. ايوه يعني كل الناس وانت قاعده معاهم كده بتتعلمي حاجه حتى لو تكنيكال صغيره في الاعاده. يعني انا فاكره مثلا علي قاسم واحنا في تحقيق انا عملت حاجه كده عبيطه اللي هو انا اتلخبطت فانا قلت سوري ولخبطت وعملت مش عارفه ايه فهو قال لي احنا فالمخرج قال لي انت ليه قلت انا كان عاجبني فانا بوظت المشهد فانا من وقتها وانا فاكره انا كنت فاكره بس من التوتر انت بتبقي حاسه ان انت عارفه انك قلتي حاجه غلط فبتتوتري فبتبوظي الحاجات فزي ما بقول لك دي حاجه صغيره قوي بس طول ما انت في لوكيشن طول ما انت شغاله مع نجوم او حتى مش لازم نجوم زمايل لسه بيبتدوا او في اي وضع يعني بتتعلمي يعني كده كده بتتعلمي فانا احب ان انا اشتغل مع كل الناس عشان اتعلم من كل الناس.